يعني ايه؟ يعني احنا بقينا علينا جايزه دلوقتي والبلد كلها بتجري ورانا؟ يعني ايه فعلا؟ بعد ما كنا احنا اللعيبه بقينا لعبه والناس عايزانا؟ بقول لك يا مازو، انت لازم تفكر في طريقه عشان تعرف تهرب بيها. هنهرب منين؟ ده الناس تحت هتموتنا. بقول لك ايه؟ احنا نبلغ البوليس يا وسيم. بوليس ايه يا وسيم؟ بس دلوقتي انت كمان قالت ما ينفعش بوليس. خلاص يبقى خبيك في قلبي، مفيش حد هيعرف عنك حاجه يا حب. مش وقته خالص التلزيق ده. مش وقته فعلا التلزيق ده يا اسراء، مش وقته. مازو انا مش هسيبك، انا جايه معاك. لا سيبيني، انا لما صدقت ههرب منك وعارف ههرب منين. ربنا معاك انت. تبان يا مازو. ايه الصوت ده؟ دوست على القطة ولا ايه؟ يا صعدون، لا دايخ شوية، تقريبا في بلكونة وقعت عليا. ماشي، استناني عند عربية شيماء ودوروا العربية على مجالكم. افتحوا الباب، الإعلام قال لنا بنات وسيم ومازو. افتحوا الباب، انشافوا دوا رجالة. الله يخرب بيكوا، دي مش مصر كلها اللي بتلعب، ده طيارات من الخليج ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ افتح الباب يا غريب. مش هينفع يا مسوري بيه، انا لو فتحت الباب هيقتلوا سي مصر وسي وسيم. اسمع الكلام يا غبي، خليهم يطلعوا يلعبوا ويكسبوا واحنا نعرف نطلع. لا ايه الكلام ده يا مسوري؟ هو انت لازم تكشف خططنا كده قدام العالم؟ ما تتبلش في بقك فوله. الله عليك يا حياتي، طول عمرك مدركه هفواتي. هفوه هفوه، بموت فيك يا مدركه. لا بقول لك يا جوز امي، والنبي مش وقت مراهقتك وتلزيقك. افتح يا غريب، احصل لك. افتح بقول لك. العالم دي لو طلعت هتوسخ الشقق بجزامهم. والنبي اتنقط لبسكتك يا مالت انت، ده يا ريت بس لما يطلعوا العماره ما تتحدش على نفوخنا. الحمد لله جبت صندوق طلاق تنسرين، بابا يفرح بيا قوي. ايه ده وقت تنسرين وقرف دي؟ يلا يا ماما يلا عشان نساعد مصر. لا 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 يلا فين؟ انا مش حمل فرهده وجري وتعب. بصي روحوا انتوا وانا هقعد بالعيال، عشان لو خطفوا الولاد وعرفوا ان هم اولاد وسيم ومازو هيطالبونا بفديه. لا انا هقعد احرسهم، وخلي بالي كل مازو لو كذب يشيل لي حقي على جنب. اه هيسيب لك المكسب ان شاء الله. خليكم عيال مع ماما. يلا افتح يا غريب افتح. تعالوا عدوا كده، يلا يلا امنوا نفسيكم. يلا يلا وجفني القناصه في كل حته، افتحوا الابواب. وسيم تخيم، وسيم عسيم، اديله عمري وبرده تخيم. ايه كل ده يا مازو؟ دي البلد كلها بتجري وراك، انت طلعت محبوب قوي. انا لو اعرف كده كنت سميت سعدون ومازو. يا نهار اسود، دكتور ايمن يا لهوي، ده هيطلع عليك كل اللي انا عملته فيه. سلم نفسك يا استاذ مازو بهدوء ومن غير شوشره ارجوك. بقول لك ايه يا دكتور ايمن، ابعد عن جوز احسن لك احسن، وديني هوريك جنان من نوع جديد. دوسي عليه بالعربيه يا شيماء، سفلتي ملامحه على الرصيف. انا كشفت ولا انا ناسي؟ شفت ايه وسيم؟ لا لا ما كشفتش ولا حاجه، احنا كلنا معاك حتى اشوف اهو. الحمد لله، ربنا يخليك يا دكتور ايمن، ربنا يخليك. خد يا حبيبي خد، امسك، انا عملت لك السندوتشات دول عشان تتقوي بيه. الله، بالخيار بالخيار، ربنا يخليك. بقول لك ايه، ما تعرفش اهرب ازاي على طول كده في